أتت تسمية بعلبك؟ أتت من كلمة بعل، وهو إله السوريين والكنعانيين، وهو إله بعل، ولذلك سميت ببعلبك. وقد ذكرت مدينة بعلبك في القرآن الكريم في الآية التي أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فذكرت مدينة بعل في القرآن الكريم. آثار الآن وصلنا إلى مدينة بعلبك، ونحن الآن في آثار بعلبك. طبعا احنا راح طبعا نصور. هاي ناقة أو جمل؟ ذكر. قديش عمر يعني تقريبا ولد؟ عمره 8 سنين. 8. قديش يعيش الجمل؟ والله عمر عند الله. يعني تقريب شيء على يعني 30. ما بيعمل شيء، ما بيعمل شيء. لا تخاف. ما بيقبل اصوره يعني، ما بيقبل اصوره. تعذرنا يا كابتن، تعذرني يا ودنجة. طبعا اللي انشاهده هناك هو الجامع الاموي ومعبد الروماني. اي اطلال حلو. هاي الحين والله صح انا ما اشبع صور. بعد بعدكم مكانات حلوه جوا. والله دينك بعد الله لان دينك الجو. يا محمد كابتن فتقريح بالفلوق غير راح تمسح الصوت. ما يمسح صوت غير قاعد صوت. تعال يمشي مشافه. طبعا هنا نسوى عملية فتقريح بهذا المكان. هذا الأخ حسين.